ننوه انه صدر كتاب جديد او مجله نصف سنويه تعنى بشؤون المرأة الثقافية والفكرية والأدبية والتاريخية، وهي مجلة سمير أميس التي تصدر عن مركز تجريد الثقافة والفكر. هذه المجلة مثل ما ذكرت هي نصف سنوية، مناسبة طبعا شهر أكتوبر اللي هو الشهر اللي يعنى بشؤون المرأة. نقدر نقول إنه هذه المجلة في هذا الشهر يعني صار عليها طلب معين خاص من أخواتنا أو خاص بالمثقفين اللي يعنون بشؤون المرأة. المجلة تتكلم عن المرأة في التاريخ، المرأة في مصر القديمة، الأمومة وارتباطها مع السلطة وكذا، وإن شاء الله يشوفون عجبهم بها الأخوة. رواجاً بهذا الأسبوع أكثر من عنوان، لكن أبرز هذه العناوين هو كتاب الحياة بنكهة لا في مكتبتنا مكتبة جمار. هذا الكتاب هو يعلم الإنسان أو يطور من قدرة الإنسان على كلمة لا. إحنا اليوم أكثر شيء يكون عندنا العاطفة تتغلب علينا، بحيث أنه ما نقدر نقول لا على أبسط الأمور، ما نقدر نقول لا على أبسط الأشياء، ما نقدر نقول لا. هذا الكتاب يعزز قدرتنا بنفسنا حتى نقول لا، حتى نقول لا للأشياء اللي تأثر على صداقتنا، على علاقاتنا، على علاقاتنا الاجتماعية، على علاقاتنا اليومية. هذا الكتاب يطور من هذه القدرة ويعلمنا كيف نقول لا بالمواقف الصعبة.